الحاجة التانية اللي انت بتدور فيها في البني ادم ده ان يكون بيشير معاك الفاليوز القيم بتاعتك والستاندرز بتاعتك المقاييس بتاعتك. انا بني ادم مثلا بحب السرعة، بس اللي قدامي اللي انا هديله الشغلانة دي اعملها او التاسك دي بيحب الاكسلنس او الكواليتي، هنقع في بعض. يبقى لازم الستاندرز بتاعتنا تبقى شبه بعض. انا عارف اللي قدامي ده بيحب السرعة وانا بحب السرعة، يبقى انا عارف النتيجة احنا الاثنين الاين، شفنا البني ادم الصح اللي انا اقدر اثق فيه. تاني حاجة ان البني ادم ده يكون بيشاركني في القيم وبيشاركني في الستاندرز اللي انا مستنيه عشان ما يحصلش كلاش. تالت حاجة لازم تديفاين او تحدد الهدف بالظبط، النتيجة اللي انا عايزها لما ادي التاسك دي لحد تاني. يبقى ديفاين الهدف. نمرة اتنين، شكل النجاح عامل ازاي لما يعمله. وتالت حاجة اللي مهمة جدا، ان انت وانت بتعمل ديليجيشن اشرح للي قدامك ليه الموضوع ده مهم. ساعات لما بيجي ندي تاسكات لحد نيجي نقول له طب والله بص اعمل دي كده وخلاص، ما بشرحلوش ليه. فالبني ادم ده ما بيبقاش عنده حاجة اسمها vested interest ان انا اعملها بطريقة كويسة. احنا مثلا هدي الواحد شغلانة ان هو يبقى مسؤول عن المرتجعات او الريفند، ممكن اجي اقول له والنبي لما يجي لك البني ادم خد من الريسيت ورجع له الفلوس ومع السلامه. بس لما اجي اقول له لا، ليه انا عايزك تعمل الموضوع ده؟ الموضوع ده مهم للبيزنس، لان لو انت البني ادم ده جالك رجع لك الريسيت ورجعت له الفلوس بسرعه ممكن يعمل لنا ريفيو جميل. دايما ادي الواي قبل ما تدي الهاو والوات. خلي الناس تبقى داخله معاك في البيزنس، مش هو امر وامر. لازم تشرح ليه التاسك دي انا بديها لك،